السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحبائي. النهاردة هنقول آخر درس عندنا في هذه الدورة للمبتدئين، وهو الماضي المستمر. احنا اتفقنا يعني كلمة استمرار يعني بياخد زمن معين من الزمن، فترة زمنية معينة بتستمر، سواء بقى كانت في المضارع سواء كانت في الماضي أيا يكن. أوكي، جميل جدا. اتفقنا إن الماضي البسيط هو زمن ابتدأ في الماضي وانتهى أيضا في الماضي. اوكي، ما لم يأخذ فترة زمنية اي مستمرة، لم يأخذ فترة زمنية مستمرة، وانما اخذ فترة زمنية ثابتة من عام كذا من عام كذا وانتهى في عام كذا. بدأ سنة 1900، خلص 1901، هي فترة زمنية ثابتة. لكن ان حدث في تغير، وليكن مثلا في خلال هذا الوقت، في خلال من 10:30 ل 11:30 امبارح، ففي فترة زمنية حصلت، لأن في وقت اتغير ما بين هذا الوقت. يعني من 10:31 ل 11 هناك وقت اتغير، يعني في 10 ايه الوقت اللي اتغير؟ نقدر نقول 10:31 دقيقة، 10:32 دقيقة، 10:33، هكذا. ففي وقت اتغير في فترة زمنية، هذا هو استمرار. فبنقول past continuous، أي في فترة زمنية استمرت في الماضي ولم تنتهي، ولم تنتهي ولن ولم تنتهي في هذه الوقت، في هذه الفترة الزمنية. فهو فكرة الماضي إن أنا مثلا عايز أقول، واحد سألني أنت كنت بتعمل إيه إمبارح، كنت مثلا، مش عايز أذكر تفاصيل كتيرة، يعني بقول أنا كنت باكل، أنا كنت بذاكر، أنا كنت بعمل كذا بس. إذا ذكرت التفاصيل فيفضل إنك تستخدم الماضي البسيط. أنا أكلت ولعبت الساعة كذا وشربت الساعة كذا ومشيت الساعة كذا 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 كذا. فإنت ذكرت هنا تفاصيل كتير، فيفضل إنك تستخدم الـ simple past. لكن إن قلت إن حابب تقول حاجات بسيطة، يعني تقول مثلا بدأ في خلال هذا الوقت عملت كذا بس، وخلال هذا الوقت عملت كذا. تعال نشوف الـ past continuous بالأمثلة بتاعتنا ونفهم أكتر. Yesterday Karen and Jim played tennis. أول جملة هنا هي played، فهذا هو زمن ماضي بسيط. احنا اتفقنا الماضي المستمر هنعلمه بالـ black، يعني كل زمن بيبقى بيركز الـ black الـ bolded، يعني لما تكون الكلمة عليها black كده أو bolded، ده معناه إن ده يخص هذا الزمن، اللي هو زمن الماضي المستمر. في هذه الحالة يبقى زمن الماضي المستمر. أما أي حاجات بعد كده هي لا تخص الماضي المستمر. Okay, good job. Yesterday, Karen and Jim played tennis. They began at 10 o'clock. هما بدأوا إن هم بدأوا اللعب الساعة 10، وأنهوا اللعب الساعة 11:30. طالما قلت بدأ إمتى وخلص إمتى فهو ده ماضي بسيط. ماشي، لغاية دلوقتي إحنا لسه ما قلناش الماضي المستمر. تعالى هنا بقى. So at 10:30, they were playing tennis. يعني ما بين 10 و11:30، ايه الوقت اللي هيكون ما بين 10 وبين 11:30؟ ممكن يكون 10 ودقيقة، 10 ودقيقتين، 10 ونص، 10 و40 دقيقة، لغاية مثلا 11:29 دقيقة. اوكي، كل ده هو الوقت ما بين 10 ل 11:30. فهذا الوقت او هذه الفترة الزمنية تسمى continuous past continuous. تمام. They were playing tennis. They were playing تاني إن هما كانوا في منتصف هذه الفترة الزمنية ولم ينتهوا، لم ينتهوا من اللعب، يعني هما بدأوا اللعب ولم ينتهوا. ليه؟ لأن أنا خدت فترة زمنية بقول هما بيلعبوا في الفترة دي، ما قلتش هما خلصوا إمتى. أوكي، تمام، بستخدم الـ past continuous. They had not finished playing. ما لم ينهوا لم ينتهوا من اللعب. طيب، اتفقنا ان في الماضي was هتيجي مع i. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ده في اختلاف بقى، ده الماضي البسيط ما كانش بيجي بعديه افعال، اما الماضي المستمر جه بعديه فعل، والفعل اتضاف له ing عشان هو في الاستمرارية continuous. يبقى اي حاجة continuous هتضيف لها ing. اوكي، كان بقى مضارع مستمر او ماضي مستمر او مضارع تام مستمر او past perfect continuous، يعني في كل الأحوال ما قبل الفعل هو بس اللي هيتغير، أما الفعل هو
طالما continuous يبقى ده flow energy، ودي قاعدة عامة. طيب جميل جدا. I was playing, he was playing, she was playing, it was working or doing and so on. واتفقنا ان الافعال كلها للعاقل، we you they للجمع، he she it للمفرد، I للمفرد، was هتيجي مع I we sorry was هتيجي مع I he she it، و where هتيجي مع we you they، والفعل طبعا هيجي في اي حال من دول هو الدفع ing. طيب الديجرام ده او اللاين ده هيفهمنا اكتر يعني ايه زمن الباست كونتينوس. تعال نقرا الاول هذا الزمن. I was doing something، انا كنت بعمل حاجه او شيء. I was in the middle of doing something at a certain time، انا كنت في منتصف فعل ما او فعل شيء معين في ايه، في وقت او فتره زمنيه. The action or situation had already started before this time and but had not finished. اللي انا عملته ده انا بدأت فيه تمام في فترة ما، لكن انا مش عايز انا ابتدأت امتى، انا بقول ما بين كذا وكذا، ما بين 10 و10:30 انا عملت كذا، ما بقولش الساعة 10 عملت كذا او الساعة 12 عملت كذا، لا بقول ما بين زمن وما بين وقت ووقت، الفترة ما بين دي ودي انا عملت كذا، الفترة ما بين دي ودي انا عملت كذا، الفترة دي في مثلا السنة اللي فاتت أنا كنت في البرازيل. أوكي، فترة زمنية معينة. اللاين ده هيفهمنا أكتر. مثلا يقول لك I started doing، أنا بدأت في فعل شيء، ده كده يبقى past simple. طيب I finished doing، أنا انتهيت من هذا فعل الشيء. نذكر مثلا أكل، بدأت في الأكل، هنا كده يبقى إيه simple past. انتهيت من الأكل يبقى simple past. لكن كنت باكل في الماضي بنقول I was doing. فكنت باكل هو أنا بدأت في الأكل وما خلصتش أكل، يعني هو ينفع هاكل وأخلص في نفس اللحظة؟ أكيد لأ، أكيد مش هاكل حاجة صح. فأنا باكل يعني على بقى دي دقيقتين 3 5 دقايق مثلا، فأنا بدأت في الأكل وخلصت الأكل يبقى ده كده ماضي بسيط. أما أنا باكل ده كده اسمه ماضي مستمر. أوكي، الفترة ما بين دي ودي نفتكرها بمثال الأكل ده يفهمك أكتر. This time last year I was living in Brazil. Brazil، هذا الوقت، هذه الفترة من الزمن، السنة اللي فاتت أنا كنت عايش فين؟ في البرازيل. هو ما حددش الفترة دي كانت إيه، ولو كان حدد ما كانش يقدر يقول I was living in Brazil، كان يقدر يقول مثلا I lived in Brazil. يعني لو قلت، لو شلت كلمة this time دي وقلت last year، ما ينفعش أقول I was living in Brazil. Last year I lived in Brazil. لكن لما يحط this time دي معناها وحط فترة زمنية غير محدودة، في هذه الحالة هي غير محدودة أو غير معلومة. فإذا أي فترة زمنية بنعبر عنها بالماضي المستمر إن كانت في الماضي. What were you doing at 10 o'clock last night؟ كنت بتعمل ايه من اول ما الساعة 10 ابتدت؟ كنت بتعمل ايه؟ اوكي، يعني 10 ودقيقة، 10 ودقيقتين مثلا، كنت بتعمل ايه امبارح بعد الساعة 10؟ كنت مثلا بذاكر، I was studying, I was learning, I was talking to my friend، كنت بكلم صاحبي وهكذا. I waved to Helen but she wasn't looking. أنا شاورت أو يعني بيشاور مثلا لشخص معين بس هو ما كانش بينظر، يعني ما كانش ينظر أو ما شافتوش، يعني هو كان عامل كده هاي وهي ما خدتش بالها يعني ومشيت. طيب تعال نقارن ما بين ال past continuous أو past simple. simple past continuous، تعال نبدأ بال past simple. past simple completed action، حاجة بدأت وانتهت في الماضي خلاص، مفيش فترة زمنية ما بين كذا وكذا، خلاص هي بدأت كذا انتهت كذا. simple. I walked home after the party last night. أنا تمشيت، يعني هو تمشى يعني walked home يعني تمشى إلى المنزل، بدل ما يروح مثلا في تاكسي لأ خدها مشي. I walked home after the party، بعد الحفلة أمس last night. فده معناه إيه؟ إن هو مشي طول الطريق كله، مشي طول الطريق كله. لكن لما اقول I was walking home when I met Dave، اوكي
I was walking in the middle of an action. يعني أنا كنت بتمشى. بعد كده قابلني مين؟ ديف. خلاص كده أنا وقفت المشي. أوكي، ربط ما بين الماضي المستمر اللي هو أكشن أو حدث حدث في فترة زمنية معينة في الماضي، وانتهت بحلول الماضي البسيط. يعني هو كان بيتمشى مثلا الساعة 10:30، أوكي، الساعة 11 وقف من المشي وشاف مين؟ شاف ديفيد مثلا، أو شاف ديف. فهو الفترة اللي كان بيتمشى دي معرفش كانت مشى، يعني بيتمشى امتى بالظبط، هي فترة زمنية معينة. I was walking. بعد كده قابل مين؟ ديف. طالما قلت when I met Dave يبقى يمكن انت انتهيت من المشي وعملت فعل جديد، والفعل الجديد ده في الماضي البسيط. ليه؟ لأن مت في الماضي البسيط. وطبعا هتلاحظ ان بيربطوا ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر غالبا جدا، يعني بكلمة when و while. when و while، تعال نشرح في المثال ده. اوكي، في المثال ده بيقول مثلا I was walking home when I met Dave. فلو حطينا كلمة when هنا يجي قبلها past continuous. past continuous، اوكي، نقطة، يعني كمل انت بقى نقطة. يجي بعد when past simple أو simple past. اوكي، ودي طبعا بيستخدموها كتير في الربط ما بين الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر ب when أو while. اوكي، فربط ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر بنستخدم when أو while. when يبقى نحط قبلها past continuous، يجي بعدها simple past. اوكي، زي هنا مثلا Kate was watching television when we arrived. لما احنا جينا كانت كيت بتتفرج على التلفزيون. بس السؤال هنا، هل هي خلصت فرجة؟ لا، ما اقدرش اقول خلصت فرجة، هي كانت بتتفرج. ما اعرفش بقى ايه اللي حصل. هي كانت بتتفرج، هي كانت بتاكل، هي كانت بتشرب، هي كانت بتعمل اي شيء، هي كانت بتعمل شيء معين في فترة زمنية معينة. اول ما احنا جينا ممكن انتهت من هذا الشيء خلاص، او ربما يكون لسه هي لسه بتتفرج تلفزيون. بس احنا جينا خلاص، هي لسه بتتفرج على التلفزيون، مفيش مشكلة. لكن لو قلت Kate watched television a lot when she was ill last year، أو لما أقول Kate watched television when we were arriving، يعني هي اتفرجت على التلفزيون وإحنا كنا في الطريق للبيت. لو قلت Kate watched television while we were arriving home، يعني ده معناها إن كيت خلصت فرجة على التلفزيون، خلاص اتفرجت وإحنا كنا لسه في الطريق للبيت. أوكي، فالحالة التانية نحن نستخدم while، نقدر نقول while. while بيجي بعدها في الزمن ده، يعني هو ممكن يجي، يعني ممكن تستخدمها بكذا طريقة. يعني while دي تقدر تستخدمها بكذا طريقة في أزمنة أخرى، يعني مش شرط إن تستخدم يعني في الزمن ده يعني، بس إحنا بنعرف إزاي نستخدمها في هذا الزمن، عشان بس ما تحفظ شيء وتقول إيه ده، دي بتيجي هنا بس دي ما جاتش هنا. لا، في حاجات كتيرة مشتركة في أزمنة كتير جدا وفي قواعد مختلفة جدا. أوكي، ففي هذه الحالة بنستخدمها في الماضي المستمر، دربت من الماضي المستمر والماضي البسيط، فيجي بعد while past continuous. اوكي، continuous نقطة، يعني كأنها اختصرت. يعني بعد كده يجي بعدها بعد past continuous يجي past simple. past simple الماضي البسيط. يعني تقول مثلا تقول while I was eating the phone rang.
يبقى ايه اللي حدث الاول؟ انا ده الحدث الاول اللي انا كنت انا وانا كنت باكل. ايه اللي حصل؟ الحدث يعني ده كان انا ده نقول اكشن 1. الحدث الثاني او اللي قطعه يعني حصل انتربت، يعني انا كنت باكل وهوب التليفون ران. فالحدث الاول اللي انا كنت باكل، الحدث الثاني اللي هو التليفون ران اوكي. فالحدث الاول لم ينتهي، لكن هو انتهى بمجرد ان التليفون رن اوكي. While I was eating، وانا كنت بينما انا كنت باكل التليفون رن. ممكن اكون لسه باكل، وممكن اكون خلاص يعني سبت الاكل وراح اشوف التليفون، لكن الباس كونتينيوس دي فترة زمنية معينة، بعمل شيء معين، باكل، بشرب، برد على التليفون، بنام. I was sleeping okay في الماضي. While I was eating the phone rang، بينما أنا كنت بأكل التليفون رن. فالفعل اللي انتهى هو rang، ده اللي انتهى، التليفون رن وخلاص وقفل، يعني كان رن وقفل، لكن أنا ما زلت باكل برضه عادي. طيب، فده الباس كونتينيوس باستخدام while و when. باس كونتينيوس بعد كده when، بعد كده باس simple أو simple، أو while يجي بعدها باس كونتينيوس، وبعد الباس كونتينيوس يجي باس simple. أوكي، فهمنا مع بعض الفرق ما بين باس كونتينيوس وباس simple. اوكي، تعال نشوف حاجة تاني. We often use the simple past and the past continuous together to say something happened in the middle of something else. واحنا لسه بنعيد هنا تاني اهو، ونقول ان بنستخدم الماضي البسيط والماضي المستمر مع بعض علشان حاجة حصلت في منتصف فعل اخر. اوكي، يعمل مات ده اسم شخص، يعني مات فوند while we were having dinner، يعني الراجل ده اتصل اوكي واحنا كنا بناكل، بينما احنا ايه كنا بناكل. اوكي جود. It was raining when I got up. It was raining when I got up. raining هنا يعني كانت تمطر، يعني السماء كانت بتمطر وانا كنت ايه صاحي او لما صحيت يعني. اوكي، السؤال هنا هل السماء بطلت مطر؟ لا، المطر لسه بتمطر، انا بس اللي صحيت، مش انا كنت نايم وصحيت، وانا كنت نايم السماء بتمطر، وانا صحيت السماء ما زالت بتمطر. فهي فتره زمنيه ما انتهتش في الباست كونتينيوس، لكن الباست سيمبل انتهت. انا كنت نايم، ادي فتره، اول حاجه حصلت، تاني حاجه صحيت، خلاص مفيش فتره ما بين دي ودي، نمت وصحيت. لو قلت في فتره ما بين دي ودي يبقى تستخدم الماضي البوستيبل مستمر، تقول مثلا I was sleeping، أنا كنت نايم. I saw you in the park yesterday، أنا رأيتك بالأمس في المنتزه. You were sitting on the grass and reading a book، أنت كنت قاعد على الحشائش يعني اللي على الأرض، يعني كنت بتقرأ كتاب، ولم تنتهي من فعل هذه الأشياء. يعني انا لما شفتك بتقرا كتاب، بس انا ما اعرفش انت بقى خلصت الكتاب ولا ما خلصتوش، انا مشيت، انا يعني شفتك ومشيت. I hurt my back while I was working in the garden، يعني ظهري قد تألم بينما انا كنت ايه بشتغل في فترة زمنية معينة في الحديقة. اوكي، غالبا اللي هو الجهاز اللي بيشيل الحشائش ده من الارض يعني، او الحاجات الزايده يعني، بيظبط الاراضي مع بعضها. فاستخدامه بيضطر انك توطي، واما توطي بتاذي ظهرك. I hurt my back while I was working in the garden. But we use the simple past to say that one thing happened after another. طالما قلنا هنستخدم الماضي البسيط يبقى مفيش فتره زمنيه، خلاص نقدر نقول ده بدا كذا انتهى كذا، عمل الأكل بعد كده شرب بعد كده عمل كذا، مفيش فترة زمنية بين دي ودي ودي ودي، يعني على طول في ثانية. مثلا أول حاجة I was walking along the road،
انا كنت بتمشى يعني في قطاع الطريق when I saw Dave. ماشي، لما قابل ديف، بعد كده قابل ديف. طيب so، وبعد كده عمل ايه؟ I stopped، انا وقفت، وبعد ما وقفت I had we had a chat. فدي افعال على طول، انا وقفت عملت كذا عملت كذا، خلاص يعني ما فيش فترة زي ما انا كنت بتكلم انا كنت، لا ما فيش، هو وقفت عملت الكلام انتهيته خلاص، ده المدى البسيط. compare when Karen arrived we were having dinner، ده معناه ايه؟ ده معناه ان we had already started before she arrived، بس لسه ما خلصناش. يعني Karen arrived when we Karen arrived، لما جت Karen كنا احنا لسه بناكل، ده بالمعنى يعني. اوكي when Karen arrived we زي مشهد التلفزيون، زي السؤال بتاع التلفزيون او الاكزامبل بتاع التلفزيون. when Karen arrived we had dinner، لما كانت arrived لما هي جت كنا احنا خلصنا الاكل. نصيبها كده بقى، نصيبها كده بقى، خلاص هي خلاص لما جت احنا خلصنا الاكل. some verbs for example know and want are not normally used in continuous form، يعني بعض الافعال لا تستخدم في صيغة الماضي المستمر. ما ينفعش اقول knowing، ما ينفعش اقول wanting، اوكي، في الماضي الماضي المستمر، اوكي، فبنستخدم بنستخدمها في الماضي البسيط، ما بنقولش ماضي مستمر مع هذه الافعال، ما بنحطش استمرارية لهذه الافعال، هي بتدي نفس المعنى من غير ما نحط ing. اوكي we were good friends، احنا كنا اصدقاء جيدين جدا او حلوين طيبين، لينا علاقة كويسة ببعض. we knew each other well، احنا عارفين بعض كويس. خلاص I was enjoying the party، انا كنت مستمتع بالحفلة. but Chris، ولكن كريس wanted to go home، كان عايز أو أراد أن يذهب إلى الإيه؟ المنزل. تمام. في السؤال، طبعا السؤال في الـ بس continuous بنستخدم was أو where، بنستخدم was or where. طيب إمتى نستخدم was وإمتى نستخدم where؟ لو قلت I we you okay they he she it، اتفقنا ان ال I في الماضي بتاخد was ودول بياخدوا where، he she it بياخدوا was ما ياخدوش where. فالسؤال بيبقى بهذا الشكل، لو قلت مثلا I was studying، أنا مش هكمل السؤال للآخر يعني عشان بس نفهم الفكرة، I was studying math مثلا، I was studying math. السؤال هنا أقول له where you studying، أو السؤال يفضل لو أنا مش عارف هو كان بيذاكر إيه فبقول له What were you studying last night؟ كنت بتذاكر امبارح، فيقول لي I was studying math، انا كنت بذاكر math، كان بيذاكر وما خلصت مذاكرة في هذه الفترة من الزمن امبارح. ماشي، ممكن اقول were you drinking tea last night؟ yes yes comma I was or no I was not. لاحظ ان you هنا في صيغة المفرد، فاذا I تتحول ل I، وطالما الجملة فيها where في ال past continuous تتحول was. were you yes I was أو no I wasn't، طالما الإجابة فيها where you يبقى you تتحول ل I و where تتحول ل was. تمام، طبعا احنا عارفين ان كلمة ان ضمير يو يمكن للمفرد او للجمع، يعني لو قلت were you drinking tea last night تقدر تقول yes we were
أو no we were not. لأن you هنا للمفرد وللجمع، ففي هذه الجملة ممكن تكون يعني أنت استخدمت نفس الجملة وتقول لي yes I was و no I، لا ما هنا على حسب بقى ما قبل هذه الجملة، على حسب المحادثة، المحادثة هو بيكلم شخص واحد ولا بيكلم كذا شخص. لو بيكلم شخص واحد يبقى you هنا بتدل لشخص واحد، يبقى قول yes I was أو no I wasn't. طب لو you هنا بيكلم مجموعة أشخاص، تمام، فيبقى إذن هو يو هنا في هذه الحالة بتدل على الجمع، ودي أخطاء كتيرة في المحادثات، في أسئلة المحادثات في ناس كتير بتغلط في هذه الخطأ يعني. تمام، فالسؤال ب was أو where والفعل في أي شيء، فنقدر نقول بقى كده السؤال was أو where plus plus verb or plus the subject okay plus verb ING. تمام، و subject طبعا ده كل ده subject، كل ده هو subject okay، كل ده هو subject. والفعل طبعا أي ما يكون بقى الفعل، whether was were. والإجابة لما تقول this I was، no I was not، yes yes we were، you were، they were or were not، he was not أو he was، she was، it was، وهكذا. أتمنى أن يكون سلسلة الفيديوهات دي فادتكم ولو بشيء صغير جدا. دايما البحث سيعلمك أكتر، أنا بسطت لك المعلومة باللي أنا قدرت أعمله، أما أنت الواجب عليك أنك تبحث في هذه المعلومة. أنا شرحت من كتاب جامعة كامبريدج ببريطانيا، جامعة يونيفرس يونيفرسيتي بريس أوكي، وده منهج مسلم يعني، يعني مفيش أي أخطاء أوكي. فاللي عليك إنك تبحث، تبحث في إنك تفهم الفروقات، طب ده ليه، طب ده ليه، طب ده ليه. لو عندك أي سؤال في خلال هذه الأسئلة يرجى مراسلتنا على الصفحة هذه اوكي، او انك تبعت اي رسالة يعني، ودي الواجب بتاع حضرتك الخاص بك يعني. انا قدر الامكان حاولت ان استخدم اللغة العربية على قد معرفتي يعني بالقواعد يعني، اعذروني ان كانت القواعد العربية لدي ليست معقولة يعني، او ليست بشيء من القوة في الفصحى يعني، ولكن انا حاولت ان اتكلم باللغة العربية قدر الامكان بالفصحى او بطريقة مبسطة، بحيث ان انا اكون متناغم ما بين لهجتي المصرية وما بين اللهجة الاخرى لكي يفهمني الجميع. شكرا لكم، وان شاء الله اراكم في كورس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.